نكمل. فهنخش بقى على الكود بتاعها. فالانسيرت ايه البارامترز اللي هي واخداها؟ اكيد واخده التري نفسها باي ريفرنس اللي هنحط فيها الاليمنت، والايتم اللي هو الانتري او الكي اللي احنا هنحطه في التري نفسها. طيب قول لي ريكيرجن هنا از نوت جود هير ليه؟ الريكيرجن لما كنا مثلا بنعمل ترافيرس للتري فكنا بنمشي عليهم كلهم بنفس التكنيك، يعني زي ما بتمشي على اول نود بتمشي على النود اللي في التري دي، بتمشي على النود اللي في التري دي، فكان يناسبك قوي موضوع الايه؟ الريكيرجن. فتقريبا كل الحاجات اللي خدناها المحاضره اللي فاتت بتاع الان اوردر والبري اوردر والبوست اوردر، حتى الكلير والسايز والهايت عملناهم باستخدام الايه؟ الريكيرجن. لكن في حاله الانسيرت احنا واحنا بنشرح هنا يعني ما فيش خطوه كررناها، احنا ماشيين يعني بسيكونس معين اللي هو طول ما انت اكبر خش يمين، طول ما اصغر خش شمال، لغايه ما توصل للنل حط مين؟ حط الاليمنت. فعمليه الانسيرت مباشره مش محتاجه موضوع الايه؟ الريكيرجن ده. طيب نبص على الكود بقى بتاعها. فهنعمل طبعا النود الجديده هنسميه هنا بي بالام الوك. بعد ما نعملها هنحط فيها القيمه الجديده، يبقى البي ار انفو ايكوال مين؟ الايتم. طيب النود الجديده دي هتبقى هي الليف، هي اللي تحت خالص، وبالتالي ولا ليها ليفت ولا ليها رايت، فنخلي البي ار ليفت بنل والبي ار رايت بايه؟ بنل. طيب هنحط بقى النود نفسها فين؟ الاول خد بالك ان ممكن التري من البدايه تطلع فاضيه ويطلع دي اول نود لسه بنحطها في التري، فبالتالي اف نوت استريك تي يعني ما معناه ان لو التي دي لسه بنل لسه ما فيش فيها اي داتا محطوطه، خلي الاستريك تي ايكوال مين؟ ايكوال البي اللي هي النود اللي جاي، يبقى بالتالي التري اصبحت نود وحيده اللي هي البي اللي انا لسه ايه؟ اللي انا لسه معرفها. يبقى الاف ستيتمنت دي هتشتغل في حاله لو انا التري كانت امتي، وبالتالي النود الجديده هتبقى هي مين؟ هي الروت بتاع التري. طيب إلس خد بالك بقى التري فيها مشكله شويه لما نيجي نعمل انسرت. انا مثلا خلينا ايه في حاله نرجع مثلا حاله مين اللي جه دلوقتي ال 63. انا وانا بحط 63 ايه اللي حصل؟ انا معايا ال 50 فقلت 63 اكبر من ال 50 فجيت يمين، بقى معايا مين؟ ال 75. طيب ال 63 اصغر من ال 75 فمشيت شمال، لو مشيت شمال بقى معاك النل، فانت السيكونس اللي انت كنت ماشي بيه تاه منك، فانت لازم تكون واقف على مين؟ على ال 75 نفسها. فاحنا محتاجين نمشي زي باتنين بوينتر كده، بوينتر اللي هو النود بتاعتي الجديده اللي انا هحطها دي، وبوينتر تاني على البريفيس نود اللي هي في حالتنا هنا كانت مين؟ ال 75، عشان اخلي الشمال بتاعها يبقى هو الايه؟ يبقى هو النود الجديده. فعشان كده عملنا هنا حاجة اسمها بري وحاجة اسمها كارنت. هيبقى الكارنت النود اللي انت واقف عليها، والبري النود اللي انت ايه؟ اللي انت اللي قبليك على طول. بحيث أول لما تلاقي إن الكارنت بقى بنل تعرف كده إن أنت وصلت للنهاية، فتعرف إن البري نود دي هي دي النود اللي أنت عايز تلزق فيها النود الإيه؟ النود الجديدة. إن شاء الله نحاول نعملها تريس وتبان يعني. المهم عملنا نود تايب تو بوينترز اللي هم البري ومين؟ والكارنت. وخلينا الكرنت هي التي في حالتنا دي اللي هي اللي جايه بارامتر من الاول خالص اللي هي التري نفسها اللي هي الروت نود اللي هي اول نود خالص، يبقى الكرنت هيساوي التي. بعد كده وايل كرنت يعني طول ما الكرنت نود دي، كلمه وايل كرنت معناها طول ما الكرنت نوت ايكوال نل، يعني يا اما تري مش فاضي يا اما تري فاضيه يا اما انا وصلت للاخر اللي هي ايه؟ اللي هي الليف وصلت للنل. اعمل ايه؟ هنكمل في السلايد الثاني. وايل كرنت اهي كل مرة انزل خطوة، يعني خلي البري بتساوي الكرنت، يبقى البريفيس نود بتاعتي هتبقى هي النود اللي انا كنت واقف ايه؟ اللي كنت واقف عليها. وبعد كده طب الكرنت تمشي يمين ولا شمال؟ على حسب بقى، لو الايتم اللي انت عايز تنسيرته في التري ده كان اصغر من الكرنت ارو انفو، يعني اصغر من النود اللي احنا كنا واقفين عليها، امشي شمال. يبقى بالتالي الكرنت ايكوال الكرنت ارو ليفت. إلس يعني لو كانت اكبر يبقى الكرنت ايكوال الكرنت ارو ايه؟ ارو رايت. طيب بعد ما خلصت البتاع دي لما هنيجي نخرج منها، هنخرج منها هتلاقي ان الكرنت ساعتها هيكون بيساوي نل، والبري هي النود اللي ايه؟ اللي قبليه على طول. يعني لو في الحاله دي كده وانا كنت بحط 28 هيبقى ساعتها الكرنت بنل والبري هي مين؟ ال 25. لسه عندي سؤال بقى، لما اجي احط ال 28 احطها يمين ولا شمال ال 25؟ يعني انا عرفت ان انا هلزقها في ال 25 بس ده ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ فبرضه هنسال، لو الايتم اللي انا عايز ادخله ده كان اكبر من ال 25 يبقى يمين، غير كده يبقى ايه؟ شمال. ففي الاخر خالص بعد حتى ما خلصنا الواي لوب
اصلا محتاج ترجع تسأل تاني سؤال، لو الايتم اللي انت عايز تحطه ده كان اصغر من البري ارو انفو، هيبقى ساعتها البري ارو ليفت هي البي، غير يعني يعني حطيناها ناحيه الايه، ناحيه الشمال، غير كده حطيناها ناحيه مين، ناحيه اليمين. فلو انا هعمل تريس سريع كده على على هنا، وخليني احط برضه 28، ايه اللي حاصل؟ هيبقى اول حاجه خالص طبعا كده كده البري والكرنت كله فاضي او بنال، يعني هنخلي الكرنت هي مين؟ ال 50. طبعا البري لسه بنال. طيب هلاقي ان الفاليو ده انا عايزها ما هياش ال 50، يعني ال 28 ما وصلتش قصدي للنال، الكرنت مش بنال. فهعمل ايه؟ هخلي البري هي ال 50، والكرنت بما ان ال 28 اصغر من ال 50 فهمشي شمال، هيبقى الكرنت 30. واخدين بالنا؟ يبقى الكرنت بيشاور على ال 30 والبري بيشاور على مين؟ على ال 50. طيب لما اجي على ال 30 لسه الكرنت مش بنال، وانا بحط ال 28 يبقى همشي برضو ايه؟ شمال. بس قبل ما امشي شمال هنقل البري، يعني بدل ما البريفيس بتاعي كان ال 50 هيبقى البريفيس بتاعي هو مين؟ ال 30، وامشي بالكرنت ناحيه الشمال، يبقى الكرنت 25، اكنك ماشي بالايه؟ بالتو بوينترز. الحته الجايه هي بقى المهمه، لو انا واقف على ال 25 هقول ان ال 28 اكبر من ال 25 فهمشي يمين، بس قبل ما امشي يمين هقول ايه؟ خلي البريفيس بيساوي الكرنت، يبقى البريفيس اللي كان بيشاور على ال 30 بقى بيشاور على مين؟ على ال 25. طيب وبعدها الكرنت هيبقى ال 25 ارو رايت، لان 28 اكبر، طيب الرايت مفيش بنل. ساعتها نخرج من الوايل لوب كلها ويبقى الكرنت بنل، والبريفيس بتاعي يبقى هو مين؟ ال 25. اجي على الاف ستيتمنت بقى اعرف ان الايتم بتاعي اللي هو 28 اكبر من البريفيس اللي هو 25، فاحطها ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. فيعني الكود الكود مباشر، ممكن يبقى طويل شويه بس ايه يعني اعتقد ان هو واضح، مش يعني هي بس منه كذا كيس يعني فممكن يلخبط شويه. طيب الديليت بقى، الديليت عندنا يعني ايه محتاجه شويه تركيز. طيب انا هنا كده عايز اديليت ال10، ادي النود اللي عندي اللي رقمها كام؟ طبعا خلينا بس متفقين ان لو احنا بندلت نود والنود دي كانت عباره عن ليف، يعني ولا ليها رايت سب تري ولا ليها ليفت سب تري، فالموضوع سهل جدا. يعني لو انا عايز ادلت الواحد بكل بساطه الشمال بتاع الثلاثه هيبقى نل، والواحد نمشيه عادي خالص. عايز ادلت الاربعه دلتها تمام بكل بساطه ويبقى الليفت بتاع السته نل. طب عايز ادلت السبعه دلتها تمام ويبقى الرايت بتاع السته نل. طب عايز ادلت ال 13 دلتها بكل سهوله ويبقى الليفت بتاع ال 14 نل. فلو النود المطلوب حذفها كانت ليف، يعني ولا ليها رايت ولا ليها ليفت، فبكل بساطه بنخليها بنعملها فري، والحاجه اللي كانت بتشاور عليها هنخليها ايه؟ نخليها نل. طيب لو عايزين بقى ندلت نود اخرى مثلا زي حاله ال10 هنا، ال10 هنا لا دي ليها مين؟ ليها اليمين بتاعها بيشاور على ال 14 وانا عايز ادلتها، فما ينفعش اخليها بنل وخلاص، وال 8 بتشاور على النل، يبقى انا كده ال 14 وال 13 بقوا لوحدهم مش حاجه بتشاور عليها. امال هنعمل ايه؟ هيبقى بالمنظر ده كده. اكن ال 10 الرايت بتاعها اللي هو ال 14 اصبح الرايت بتاع البيرنت بتاعها. تاني يعني ال 8 الرايت بتاعها كان ال 10 وال 10 الرايت بتاعها كان مين؟ كان ال 14، فاحنا لغينا دول كده وبقى السهم واحد. يبقى الرايت اللي هو ال 14 بتاع النود اللي انا عايز ادلتها اللي هي ال 10 اصبح الرايت بتاع النود الايه؟ اللي هي البيرنت بتاعي اللي هو ال 8. طيب مثال تاني، لو انا عايز ادلت ال 14 خد بالك ان ال 10 كان ليها رايت وملهاش مين؟ وملهاش ليفت. طيب ال 14 العكس، ال 14 يعني ملهاش اهي ملهاش رايت ولكن ليها مين؟ ليها ليفت. المهم ان هي ليها شايلد واحد، يا يمين يا ايه؟ يا شمال. فهعمل ايه؟ نفس الكلام، هنلغي ده كده وده كده ويبقى ال 10 بتشاور على مين؟ على ال 13. يبقى انا بدلت ال 14 الليفت بتاعي، الليفت بتاعي اللي هو ال 13 اصبح هو الرايت بتاع مين؟ بتاع ال 10. يعني يعني دي كيس، يبقى انا عندي خلينا نقسمهم ثلاثة كيسز. اول كيس لو انا بدلت الليف اللي هي ال 13 او السبعه او الاربعه او الواحد، قلنا دي تافهه جدا ودي معناها ان انت طالما هي ليف ولا ليها رايت ولا ليها ليفت بنخليها بنل، واللي كان بيشاور عليها يشاور على نل.
الكيس التانية ان انت النود اللي انت عايز تدلتها ليها شايلد واحد، ودي تو كيسز، يا اما حالة العشرة كده ان هي ليها رايت وملهاش ليفت زي ما احنا شفنا عملنا كده، خلينا الرايت بتاع البيرنت بتاعي هو الرايت بتاعي، او ان هي كان ليها ليفت وملهاش رايت فخليناها بتشاور على الايه، على الليفت بتاع البيرنت بتاعي، بقى بيشاور على الليفت بتاعي على طول. او بقى الكيس اللي الاصعب شويه لو انا عايز ادلت مين؟ الثمانيه. فالثمانيه لا ده مش هكتب ادلت الثمانيه وخلاص، ده الثمانيه ليها ليفت شايلد وليها رايت شايلد، مش بس شايلد، ده ليها ليفت سب تري كامله اللي هي الثلاثه والواحد والسته والاربعه والسبعه، وليها رايت سب تري كامله اللي هي ال 10 وال 14 والايه؟ وال 13. هنطلع مين فوق؟ يعني مين اللي يعني بعد ما ندلت الثمانيه دي مين دلوقتي الروت الجديد بتاع التري؟ خد بالك نفس الكلام ده هينطبق على مثلا الثلاثه، يعني الثلاثه برضو ليها رايت وليها ليفت، او السته ليها رايت وليها ليفت، يعني احنا القاعده بس احنا جبناها من عند الروت، لكن الكيس الثالثه ان النوت يكون ليها رايت وليفت شايلد او رايت وليفت شيلدرن، مش شرط تكون الايه، مش شرط تكون الروت. طيب الاجابه هنعمل ايه؟ تعال نفكر كده ايه اللي ممكن يتعمل هنا. هل مثلا ناخد التلاتة نطلعها فوق؟ ما ينفعش، اصل التلاتة ليها ايه؟ ده التلاتة اساسا ليها اتنين، ليها يمينها الستة وشمالها الواحد. طب هي ايه علاقة التلاتة بالعشرة؟ مين يمين مين؟ ما ينفعش انزل من التري من النود بتلاتة بتلاتة، الباينري تري بينزل منها بكام؟ باتنين. فالاجابة هنعمل ايه بقى؟ بص هنعمل ايه؟ او مين اللي حاولوا تفكروا كده مين في النودس دي؟ تلاتة والعشرة والواحد والستة والاربعتاشر والاربعه والسبعه وال 13 مرشح ان هو يتحط مكان الثمانيه، يعني هنلغي الثمانيه خلاص، ده مفروغ منه. الاجابه مين في دول يطلع يتحط هنا؟ طيب نشوف ايه القاعده. القاعده بتقول ان اللي يتحط هنا لازم يكون كل اللي على يمينه اكبر منه وكل اللي على شماله اصغر منه. مين بقى المرشح؟ يعني ممكن توقفوا الفيديو كده يعني نص دقيقه ولا حاجه والتست انت امشي على الثلاثه والعشره والواحد وامشي عليهم كلهم نود نود، وشوف مين في النوتس دي اللي لو اتحط هنا فعلا هيبقى كل اللي على يمينه اكبر منه وكل اللي على شماله اصغر منه. يعني اتمنى تكونوا وقفتوا وحسبتوها. لو جينا بقى شفنا كده هنلاقي ان الاجابات اللي هي يا اما السبعه يا اما العشره. بص كده ادي السبعه اهي، هقول ليه بس خلينا نشوف الانيميشنز الاول. يبقى انا هاخد السبعه احطها هنا، اشيلها من هنا الاول خالص واحطها فين؟ واحطها هنا. بص كده ادي الثلاثه الواحد السته والاربعه كلهم اصغر من السبعه، والعشره والاربعتاشر والتلاتاشر كلهم اكبر من الايه؟ اكبر من السبعه. طيب بس كده ولا في مرشح تاني؟ لو كملنا كده احنا رجعنا التري زي ما هي بالظبط، المرشح التاني اللي هو العشره. يبقى هنلغي العشره من هنا، هنحطها ايه؟ هنحطها هنا، بتبقى بتساور عادي خالص على ال 14. ركز في ال 10 هتلاقي ان ال 14 وال 13 اكبر من ال 10، وهتلاقي ان ال 3 وال 1 وال 6 وال 4 وال 7 هم كمان اصغر من الايه؟ اصغر من ال 10. فاحنا في حاله الديليت لو النود بتاعتك دي ليها رايت وليها ليفت، ففي حرفيا اتنين نود مرشحين. بص بقى، مش السب تري اللي على الشمال كلها اصغر مني؟ كلها اصغر مني، فلو انا جبت اكبر واحد فيهم هيبقى كلهم اصغر منه، وبما انه كان على الشمال فكده كده كل اللي على اليمين اكبر منه. تاني يعني ادي 8، كل اللي على الشمال دول صغيرين، فمعنى كده ان اللي على اليمين ال 10 وال 14 وال 13 كده كده اكبر منهم كلهم، فاي واحد هاخده احطه هنا كده من ناحيه اليمين هيبقى مطابق للمواصفات، هيبقى ال 10 وال 14 وال 13 اكيد اكبر من اللي اتحط هنا، سواء حطيت هنا الثلاثه او الواحد او السته او الاربعه او السبعه. بس مين اللي احطه هنا وفي نفس الوقت يكون اكبر منهم كلهم؟ مش احنا اتفقنا ان عشان اجيب الماكسيمم نود بيبقى الرايت موست اكتر حاجه ناحيه اليمين، فانا هجيب الرايت موست في الليفت سب تري. يبقى ادي الثمانيه، ادي الليفت سب تري بتاعي اللي هي الثلاثه والواحد والسته والاربعه والسبعه، اجيب الرايت موست اكتر حاجه ناحيه اليمين، يبقى اجي على الثلاثه يمينها سته يمينها سبعه يمينها نل، يبقى انا وصلت للنهايه عند مين؟ عند السبعه. يبقى السبعه اكبر واحده
اصغر مني، يبقى الثمانية اهي كل دول اصغر منها، اكبر واحدة اصغر مني هي السبعة، وناخد السبعة نحطها ايه، نحطها فوق. وبالقياس العكس بالظبط، لو انت بصيت على السب تري اللي ناحية اليمين كل النودس اللي فيها اكبر مني، وبالتالي لو خدت اي نود منهم حطيتها هنا هتبقى مطابقة من ناحية مين؟ من ناحية الليفت سب تري، يعني سواء حطيت هنا العشرة أو الأربعتاشر أو التلاتاشر كلهم أكبر من التلاتة أو الواحد أو الستة أو الأربعة أو السبعة، بس أنا عايز أختار منهم واحدة تتحط هنا يكونوا كلهم أكبر منها، وبالتالي هجيب أصغر واحدة فيهم. وكنا خدنا من شوية مين هي المينيمم؟ المينيمم هي الليفت موست نود، أكتر نود ناحية الإيه؟ ناحية الشمال. أنا عارف إن ممكن الواحد بعينه كده يفتكر إن هي 13، لا إحنا بنجيبها إزاي؟ خد النود الأولانية وافضل امشي شمال شمال لغاية ما يقابلك نل، فمين النود الأولانية؟ 10. امشي شمال لقيت مين؟ لقيت نل، خلاص فأنت وصلت، يبقى المينيموم هنا هي إيه؟ هي العشرة، فهاخد العشرة أحطها فوق، وبالتالي أوصل العشرة بمين؟ بال 14، وتبقى كده العملية خلصت. يبقى إحنا كده خدنا ثلاثة كيسز، خلينا بقى ريكاب كده. طبعا لو طبعا ممكن من البدايه كنا مثلا بقول لك دلت لي النود اللي هي رقم 18، فاساسا 18 مش موجوده، فدي كيس بسيطه جدا يعني مش محتاجين نقولها، ان لو الايتم نوت بريزنت، لو الايتم اصلا اللي انت كنت بتدلته مش موجود في التري فدو ناثينج، مش هنعمل اي حاجه. طيب الثلاثه بقى كيسز اهم، الكيس الاولانيه ان الايتم از ليف، كان في الاخر خالص، وبالتالي هنريموف الليف وهنتشينج البيرنت بتاعه لنل، يعني زي هنا كده لما دلتنا الواحد يبقى التلاتة ارو ليفت، الليفت بتاعها بدل ما كانت الواحد بقت مين؟ بقت نل. الكيس التانية ان الايتم نوت ليف، اه مش نون ليف او مش ليف، لكن عنده ايه؟ عنده وان شايلد. ساعتها هنعمل ايه؟ ريبليس كارنت نود وذ ذات شايلد، زي ما شرحنا هنا كده. نرجع برضه تاني عادي. زي ما شرحنا كده، كان العشرة ملهاش غير مين؟ غير شايل واحد اللي هو 14، اكني بدلت ال 14 بال 10. يعني ايه بدلت ال 14 بال 10؟ يعني بدل ما ال 8 كانت بتساوي على 10 بقت بتساوي على ال 14، اكن ال 14 حلت محلها. نفس الكلام هنا لما جينا ندلت مين؟ ال 14. ال 14 كان ليها شايلد واحد، خدت الشايلد ده حل محلها، يبقى ال 10 اليمين بتاعها بدل ما كان ال 14 اصبح مين؟ اصبح ال 13. والكيس الاخيره ليه؟ لو الايتم نون ليف وفي نفس الوقت عنده ايه؟ عنده تو شيلدرن. ساعتها بنعمل ايه؟ يا اما نجيب اللارجست ايتم في الليفت سب تري ونريموف، يبقى فايند لارجست ايتم في الليفت سب تري زي هنا كده، ادي ال 8 جبنا الليفت سب تري وجبنا اللارجست ايتم اللي هو مين؟ السبعه، وشلناه من هنا خالص، يعني عملناه بنل وخلينا السته بتساوي على مين؟ على نل، عملناه ريموف من هنا اكس اهي ريموف تمام، وحطيناه فوق، يعني عملنا بعد ما شلناه من تحت عملنا ريبليس او يوز ات يعني از ا بيرنت اوف ذا تو سب تريز، يعني بدلناه بالنود اللي احنا كنا من ايه؟ كنا بندلتها. وكمان ينفع كود يوز سمولست ايتم ان ذا رايت ايه؟ سب تري، يعني ممكن بدل ما تعمل الثلاث خطوات دول على اللارجست ايتم في الليفت سب تري نعمله على السمولست ايتم في الرايت سب تري، واحنا كنا شرحناها هنا ان في الليفت سب تري، في الليفت سب تري كان اللارجست ايتم اللي هو السبعه هو اللي اشتغلنا عليه، او خدنا في الرايت سب تري خدنا السمولست ايتم اللي هو كان في حالتنا دي ايه؟ العشر. طيب يعني اتمنى تكونوا فهمتوا الدريد كويس بالكيسز يعني بتاعتها، وبرده بنصح بشده بايه؟ بان انت تجرب تري زي دي كده تكتبها على البروجرام ده وتحاول تدلت، يعني مثلا خليني هنا ادلت مثلا مين؟ ال 28 بما انها ليف، فمش اي حاجه هتحصل، هتتمسح من هنا وتفضل كل حاجه زي ما هي. طيب خليني ادلت مثلا مين؟ ال 63، ال 63 ليها وان شايلد بس اللي هو مين؟ اللي هو ال 70، فلما هندلته هنريبليسه بال 70، يبقى بدل ال 75 ما الشمال بتاعها كان 63 هيبقى الشمال بتاعها كان الايه؟ كان ال 70، حتى لو ال 70 ليها شيلد شيلدرن بعد كده، يعني خلينا نحط لل 70 ناس تحتها. يعني ممكن نحط مثلا بلاش 75 بقى، مثلا 73 نعملها انسيرت اهي، ومثلا كام؟ قول 69 مثلا. قول 69 اهي. فانت دلوقتي انا هدلت مين بقى؟ انا هجرب ادلت ال 63 اللي هي دي، هعملها ريموف. فال 63 ليها ايه؟
شايلد واحد، ففي الكيس اللي هي رقم اتنين ان انا هبدلها بالشايلد بتاعها، يعني هلغي ال 63 خالص واخليها مين؟ ال 70. وبالتالي الشمال بتاع ال 75 بدل ما هو ال 63 اصبح هو ال 70 بكل بقى اللي تحتها. هيبقى المفروض اللي يحصل يعني دول كده يتمسحوا، يبقى ال 75 شماله هو ال 70 اللي لسه يمينها 73 واللي شمالها 63. نجرب بقى اهو، اهي شفتوا ايه اللي حصل؟ ال 75 اصبح شمالها النود الجديده اللي هي ال 70، والنود دي زي ما هي يعني يمينها وشمالها زي ما هو 73 والايه؟ و69. نجرب بقى النود الكيس الاخيره خالص اللي هي من داله مين؟ ال 50. واتفقنا ان هو هيعمل ايه؟ هياخد الليفت سب تري اللي في حالتنا هنا ال 30 وال 25، ياخد اكبر اليمنت فيهم اللي هو، خلينا برضه نحط حاجه طب بعد ال 30 يعني يمين ال 30 مثلا ايه؟ ممكن نحط 35 مثلا، وخلينا نحط برضه ال 35 تحتها مثلا قول 36 وعلى شمالها 34 مثلا، يعني بحيث تبقى يعني العمليه كبيره شويه. وخلينا نحط برضه شمال ال 25 مثلا 24 و 26. فغير يعني تحت ال 50 على شمالها في دنيا كبيره. هنجيب مين؟ قلنا هنجيب اكبر رقم على شمالها، يعني اكبر رقم اصغر منها. فادي الليفت سب تري اللي هي 30 25 35 24 26 34 36. هنجيب اكبر رقم فيه اللي هو الرايت ايه؟ الرايت موست فيه اللي هو في حالتنا دي هيبقى مين؟ هيبقى 36. فلما اجي انا ادلت ال 50 كل اللي هيحصل ان هو هيمسح ال 36 من هنا ويشيله يحطه فوق مكان الايه؟ مكان ال 50. وطبعا كان ينفع يعمل نفس الكلام بال 69، يعني زي ما قلنا بنجيب يا اما اكبر رقم في المجموعه اللي اصغر منك يا اما اصغر رقم في المجموعه الاكبر منك. نجرب كده نريموف ال 50 من هنا. ايه اللي حصل؟ ال 36 اتشالت من هنا خالص واتحطت مكان الايه؟ مكان ال 50.